الدبلوماسية المصرية بتحتفل كل سنة في شهر مارس بإنجازاتها والشغل والمجهود الكبير اللي بتعمله في الملفات الخارجية، لكن الحقيقة أن السنة دي الاحتفال مختلف لأنه بيصادف مرور 100 سنة على إعادة العمل بوزارة الخارجية منذ عام 1922. كل سنة في شهر مارس الدبلوماسية المصرية بتحتفل بتاريخها وإنجازاتها في كل الملفات، لكن السنة دي كان الاحتفال مختلف لأنه السنة دي بيتصادف مرور 100 سنة على إعادة العمل بوزارة الخارجية عام 1922. بيتوافق الاحتفال بيوم الدبلوماسية مع ذكرى عودة عمل وزارة الخارجية المصرية بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا في 22 فبراير عام 1922، ولأنه عام 1914 ومع إعلان الحماية البريطانية على مصر تم إلغاء وزارة الخارجية المصرية باعتبارها أحد أهم مظاهر السيادة والاستقلال، وتم تحويل اختصاصاتها إلى المندوب السامي البريطاني. لكن بعد 7 سنين الحكومة المصرية قررت إعادة العمل بوزارة الخارجية. بعد الاستقلال مصر أصبح ليها ممثلين في 17 دولة، وبعد انضمامها إلى عصبة الأمم أصبح لينا ممثلين في 26 دولة، وتوالت بعد كده افتتاح السفارات والقنصليات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية في مصر، وبلغت دلوقتي 240 بعثة دبلوماسية في القاهرة اللي أصبحت واحدة من أكبر مراكز استقبال التمثيل الدبلوماسي في العالم. كمان مصر أصبح ليها في الخارج حوالي 162 سفارة وقنصلية ومكتب رعاية مصالح ومكتب تمثيل تابعين. وأيضاً لم تغفل الدبلوماسية المصرية خلال مسيرتها المضيئة الانخراط الجاد والتفاعل النشط مع مختلف أطر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف إقليمياً ودولياً. وكان التحرك المنظم برؤية عملية وعلمية في كل منصات الدبلوماسية متعددة الأطراف حفاظاً على مصالح مصر الاستراتيجية والدفاع عن ثوابت مصر الوطنية وتعزيز أطر التعاون الدولي. وأصبح لمصر صوت مسموع ودور ملموس إزاء مختلف الملفات والقضايا متعددة الأطراف على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية، سواء التقليدية منها أو المستحدثة.